مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة وشوطنا السابع في مجموع الأشواط وسابع الأشواط هنا الخاص بأيضا الثنايا القعدان المحليات الأصايل في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة في مسيرة هذا الشوط مسيرة الانطلاق والثمانية كيلومترات. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وكفو كفو من انطلق على الصدارة، مطر بن سعيد بن حلوة لقتبي من يأتينا على صدارة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الانطلاقة. هناك شكلان محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي من يأتي على ثاني المراكز وفي المركز الثالث مياس راشد بن عبد الله المتفيق لقتبي من ياتي بمياس على المركز الثالث وفي المركز الرابع الغزال عبيد بن سالم بوظفيرة العامري من ينطلق بالغزال على المركز الرابع وفي المركز الخامس صوغان محمد بن راشد بن خليفة الغفلي من ينطلق هنا في هذه اللحظات على العامري على الصدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلام سلام للهير سلام على هذا الأداء الجميل ولحظة هنا أيضا الفوز لحظة الناموس يا لحظة الانفرادة بمقدمة هذا الشوط بدون أي منازع على الإطلاق. تهانينا والناموس على هذا الفوز للسيد عبيد بن سالم بوظفيرة العامري على فوز الغزال بالمركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية هنا بدون أي منافس على الإطلاق، وها هي لحظة اقترابه من خط النهاية من الفوز من الناموس من الانتصار. ها هي لحظة الوصول المركز الثاني شاهين للسيد عبد الله بن سلطان بشر الخاطري من أتانا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث صغان لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، وفي المركز الثالث كفو مطر بن سعيد بن حلوة لقتبي، وفي المركز الرابع بينما المركز الخامس هنا يصل في هذه اللحظات على خامس المراكز هنا شاهين خليفة بن علي بن جاسم الرزي من يصل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول في 13 دقيقة هنا وعشرين ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل هنا لأيضا عبيد بن سالم بوظفيرة العامري، بينما المركز الثاني شاهدينا الكرام من أتى شاهين عبد الله بن سلطان بالشر الخاطري في 13 دقيقة 25 ثانية وفاء وتماما وكمالا، بينما ثالث المراكز كان صغان لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري من أتانا على المركز الثالث معلن الفوز ومعلن الناموس قاطع مسافة 8 كيلومترات في 13 دقيقة 29 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية. التواصل يستمر متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم يتجدد.